الجلسات ومطالبة أن تكون هذه الجلسات على مرمى ومسمع من الناس وإلى الناس كافة هو مطلب المتهم الأول والخامس. طلبات سيادتك. ونادوا بذلك. طلبات سيادتك. هذا يتعلق بالطلب الذي سأطلبه سيد الرئيس. الأمر الآخر وهو ما قالت به هيئتكم الموقرة أن تكون الطلبات مكتوبة. نعم. سنفعل ذلك، ولكن سنعرض هذه الطلبات وبإيجاز شديد غير الكتابة علانية على مرأى ومسمع من الجميع، حتى يعلم القاصي والداني أن المتهم الأول حبيب العدلي وأن المتهم الخامس إسماعيل الشاعر ليس لهم ثمة صلة بإطلاق النار على المتظاهرين، وأنهم من هذه الطلبات. الطلب سعادتك الثاني إننا نكون طلبات سعادتك شفوية نبديها أمام هيئتكم الموقرة. في طلبات سعادتك بنضم إلى السيد الزميل الأول والثاني. محمد عبد الفتاح. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، أنا جاهز معاليك بالطلبات من الآن، لأننا حريصون على سرعة